نحن أولا العلاقات التجارية نسعى لأن تكون على أفضل مستوى. نحن بهذه المناسبة ندعو الشركات المصرية والأعمال المصرية بأن ترجع إلى ليبيا. نحن حتى من باب الرد الجميل نحن مصر تستحق أن نقدم نعطيها أولوية في إقامة المشاريع وفي الاقتصاد وفي التعاون. ويعني نسعى الآن لتكوين مجموعات من رجال الأعمال للاتصال بإخواننا في مصر، لأن في الأيام القادمة سنشرع في عمار بنغازي. نحتاج الخبرات المصرية وللشركات المصرية ولأصحاب رؤوس الأموال في مصر. ففي الفترة القريبة الآن سيكون هناك يعني ظهور أو عمل كبير بين مصر وليبيا، والأولوية ستكون لإخوتنا في مصر في كل شيء بإذن الله. في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر السيد عقيل صالح رئيس مجلس النواب الليبي على هذا اللقاء. شكرا جزيلا لك. شكرا سيدي.